بدا علماء جيولوجيا الماء في نهايه القرن التاسع عشر تحليل ظاهره ادهشت الانسان على مر العصور، تتمثل في عدم الاختلاط الفوري لمياه البحر المالحه بالمياه العذبه المتدفقه من الانهار الكبيره. وطرحوا سؤالا جوهريا، ما هو العامل الحاسم الذي يحكم عمليه الفصل بين العذوبه والملوحه؟ وفي منتصف القرن العشرين تأكدوا من أن هناك حاجزاً يعمل بفعل بعض قوانين الجاذبية يحجر بين مياه الأنهار العذبة ومياه البحار الملحة. إن القرآن قد ذكر قبل 1400 عام مصدر العامل الحاكم في هذه الظاهرة، وهو وجود برزخ يحول بين اختلاط العذوبة والملوحة بغرض الحفظ الكامل لمخزون المياه العذبة لضمان حياة كل الكائنات على اليابسة. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ولكن عندما أشار بعض المتشككين إلى أن العرب قد لاحظوا هذه الظاهرة عند مصب نهرين معروفين لديهم، جاءت إجابة العلماء مرة أخرى لتؤكد المصدر الإلهي للقرآن، حين أشاروا إلى أن ظاهرة عدم اختلاط مياه الأنهار العذبة بالبحار المالحة لا تتوقف عند ما عرفه العرب، ولكنها تمتد لتشمل أنهاراً لا يمكن أن تكون معارفهم قد وصلت إليها بحال في القرن السادس للميلاد، كأنهار المسيسيبي في أمريكا الشمالية ويانغتسي في الصين وريو دي لا بلاتا في أمريكا الجنوبية التي لا يتم اختلاط المياه فيها إلا بعيداً في عرض البحر. هذه علوم اليوم، وهذا سبق القرآن الكريم.